السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، كي دايرين نتوما؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اسمح لي الا كنتعطل عليكم بحال ديما الاخوان. المهم الاخوان، بزاف ديال الاسئله طرحوا عليا وغنجاوب ان شاء الله الناس هادو اللي طرحوا عليا هذا السؤال هذا. قبل شراء السياره اخوان، كيف ما قلت هضرنا في الفيديو اللي قبل، هضرنا على ملي غتشري الطوموبيل الحوايج اللي خصك تبدل. المهم الاخوان، هادشي كلشي طرقنا ليه، ولكن غادي نعاود نهضروا على حوايج هاد الحوايج هادو في هاد لا فيديو، وباش كاين كاين اللي ما عارفش. المهم الاخوان، غادي نحاولوا نختصر لكم في هاد لا فيديو، نحاول يعني ما نطولش عليكم لا فيديو. اخوان طرحوا لي سؤال على شراء السياره، تيقولوا لي واش عافاك، واش نزعموا يعني اوكازيون، يعني ناخذ اوكازيون ولا ناخذ جديد، ولا نمشي ندير كريدي باش ناخذ جديد. اي واحد انا ما كنصحوش انه يمشي يدير كريدي من غير الا كانت عنده خلصه كافيه باش يمشي يخرج طوموبيلو، يعني ما يحسش بداك الكريدي اللي غادي يدير على ود السياره. وانا ما كنصح حتى شي واحد بالكريدي. الكريدي الاخوان تبعوا مشاكل تقدر لك الطوموبيل تصدق لك، تقدر يخرج لك منها المشاكل. المهم الكريدي، شوف في اي حاجه كنقول لكم، الكريدي في اي حاجه ما مزيانش. اي واحد يحاول انه يتفادى الكريدي، ما كنصح به حتى شي واحد. الا كنت غادي تخرج يعني دير كريدي باش تخرج الطوموبيل، سير خذ الطوموبيل على قد الحال. كاين الطوموبيلات بثمن مناسب اقتصاديين، ماشي ضروري انها تكون طوموبيله جديده. وانا ما كنصحكمش عاوتاني مره اخرى على اي سياره تمشي تشريها اوكازيون. هنا باش نوضحوا الامر الاخوان، ماشي اي طوموبيله غادي تمشي تاخذها، غادي تمشي تستاشر شي ميكانيسيين اللي كنتي كتعرفوا. عافاك عطيني شي طوموبيله اللي ما فيهاش المشاكل بزاف، اللي طوموبيلات اللي ما فيهاش المشاكل. مثلا نقول لكم ما فيهاش المشاكل، لان ما كايناش شي طوموبيله ما فيهش مشكل ولا ما غيوقعش فيها مشكل، لان الطوموبيله هذيك موتور يعني كيوقع لهم بان، هذاك الشيء جاربي العام. ولكن كاين الطوموبيلات اللي فيهم مشاكل بزاف، وكاين الطوموبيلات اللي قل منهم فيهم قليل، يعني فاش كتخليكم بان ولا كتعطيك شي مشكل ولا كيوقع شي مشكل. دونك هنا الاخوان غادي ما نهضرش على هذا الشيء دابا، هذا الفيديو غادي نختصر لكم فيديو ان شاء الله. فالفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على السيارات اللي ممكن انك تشريها بعينك مغمضه، والطوموبيلات اللي خصك تبعد منهم. المهم الاخوان، في هذا الموضوع غنطرق على الحوايج كما قلت لكم. الناس تيبغيو يشريو طوموبيل تيقول لك انا الحوايج اللي خصني نبدل عافاك. شحال من واحد طرح لي هذا السؤال هذا، ودابا غادي نجاوب ان شاء الله بحول الله. قلت لكم اللي غاتاخذ الطوموبيله ديالك، الحوايج اللي غادي تبدل راه باينين، لاشين ديستريبيسيون لاشين الاخوان، راه ملي كتقطع راه كتوقع لك مشكله كارثه في الموتور، كتمشي لك شحال من حاجه في الموتور، كيوقعوا بزاف ديال الحوايج في وسط الموتور. لان ملي كتقطع الكروا والموتور كان امارش واحد شويه، كتقطع الكروا كيتبلوكا الموتور. شنو كيولي الموتور؟ كيتبلوكا شي كيضرب شي، يعني هاد البياسه مثلا كانت خدامه كتجي كتلاقى مع هذيك كتضربها، لان الدور ديال الموتور شنو هو؟ البيستون اللي كيكون طالع، الصباب تيكون غادي طالع معاه، هو طالع باش كيجي البيستون كيوصل لافان ديالو، ما كيلقاش الصباب، كيلقى الصباب طلع دخل بلاصتو. شنو كيوقع في هاد اللحظه فاش كتقطع لاشين؟ فاش كتقطع لاشين، يوفا كتقطع لاشين البيستون تيتم جاي تلقى الصباب ما طلعش، لان المبرا كان الفوق تبلوكات، صافي ما بقاتش كدور، ما كدورش باش الصباب يطلع ويهبط حتى هو، كتولي ديك الساعه المبرا كان محبوسه يعني حابسه، صافي لاشين تقطعات. اشنو كيولي الموتور مع ديك الدوره ديك نص الدوره تيطلع البيستون تلقى الصباب في بلاصتو تيضربو، اصلا الصباب مكالي تيعواج. يعني بزاف ديال الحوايج كيوقعوا الاخوان في الموتور، بزاف ديال الحوايج كيعوجوا، بزاف ديال الحوايج كيتهرسوا. على ود الكروه الاخوان كما قلت لكم بومبات الماء، راه ديجا تطرقت على هذا الشيء في الفيديو اللي قبل، ما بقيتش باغي نبقى نعاود نفس الموضوع. ولكن كاينين الناس اللي عاود طرحوا لي نفس السؤال، وقلت نجاوب هاد الناس هادو في هاد الفيديو هذا. وبزاف ديال الحوايج الاخوان غادي نشارككم معكم في دابا في هاد الفيديو، الحوايج اللي انا بدلت بومبات الماء ولي طوندور بزاف. المهم انا نخلي لكم الصور، نخلي لكم الصور تشوفوا هادشي اللي بدلت، ونرجع نكمل الفيديو. هادي الاخوان كيف ما كتشوفوا لاشين ديستريبيسيون، هادي الكروا ديال لانترناتور مع طوندور ديالها، هادي بومبات الماء الاخوان كيف ما كتشوفوا فيها لاطراز ديال الماء، هادو لي ديسك ديال الفران مع لي بلاكيت الفران القدام ودلور كيف ما كتشوفوا، هادو صغار وحدين كبار. المهم الاخوان كيف ما شفتوا في الفيديو، كيف ما شفتوا الصور الاخوان، شفتوا داكشي اللي بدلت الطوموبيل الاخوان. هادشي كامل بدلتو، البومبات الماء، الفيدونج كومبلي، لاشين ديستريبيسيون مع الطوندوره ديالها، الكروا والطوندوره ديال الكروا، عاوتاني اللي على برا ديال لانترناتور ديال لاشارج مهمه حتى هي خاصها تبدلها، لانك تشق
من بعد حتى هي كتقطع تقدر تخلي كومبان. المهم الاخوان هذا الشيء مهم ضروري خصك تبدلو في الطوموبيل. فاش كتاخذ الطوموبيل عند شي واحد كيف ما قلت لكم انا نعاود لكم في السلطره اللي تاخذ الطوموبيل عند شي واحد اوكازيون قال لك اودي راه بدلت الكروه بدلت هذه غادي تعاود تطلع على داك الشيء غادي تشوف الكروه كي دايره وجديده ولا ماشي جديده غادي تحاول تبدلها وتشد ليها انت العبار ديالك في الكيلومتراج غادي تشد ديك الساعه غادي دير واحد الكتاب مثلا كتمشي عند شي كراج كدير عنده لونتروتيان يعني غتولي دير عنده لونتروتيان مع ديما زعما الفيدونج وداك الشيء تيكون عنده واحد الكتاب غيعطيك واحد الكتاب كاين الكراجات اللي ما فيهمش هذا قول لي عطيني الكتاب ديال الكراج شي واحد اللي تيدير هذا الشيء الكتاب الكتوبه يعطيك كتاب غنوري لكم وريكم الاخوان غادي نشارك معكم واخا غادي ماشي اشهار وانما تحيه لهاد الناس هادو بحال دابا هذا تسميه عاديه فيدونج هايا مينوت فيدونج كما كتشوفوا الاخوان هاد الكتاب هذا تعطيه لك مول الكراج كتبع فيه 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 في كتسجل يعني الفيدونج ديالك امتى درتي الفيدونج اشنو بدلتي انا اشنو بدلتي الفيدونج يعني الكيلومتراج ديال دابا وبروشان فيدونج فيها كلشي كتقيد كلشي هنايا الفلترات داكشي اللي بدلتي كتقيدو هنايا امتى بدلتي بالضبط لا دات بكلشي ملي كتوصل لا دات عاوتاني كتوصل انا بحال دابا هذه الطوموبيل دابا راه كنسخن الطوموبيل الاخوان داكشي علاش كتشعل لك واحد البوله واحد الكلي ساروت واحد الكلامونيت كتشعل لك بالليموني ملي كتشعل لك هذيك الكلامونيت بالليموني هذه هذه النقطه بغيت نشير ليها هاد الاخوان هاد الكلامونيت ملي كتشعل لك كتعرف بان الطوموبيل خاصها دار فيدونج خاصها فيدونج ديك الساعه يعني راه واصله على الفيدونج باش حتى شي واحد ما يمشيش عاود ثاني غلط يقول هذا راه شي اونبان ولا شي حاجه. المهم الاخوان هاد الكتاب كيف ما وريت لكم خص يكون عندك في الطوموبيل وكتبع فيه بحال ديال لا ميزون راه عندي ديال لا ميزون حتى هو هنايا المهم حيت لا ميزون ما فقيتش كندوها لا ميزون. المهم الاخوان هادشي اللي كاين غادي تبعوا الطوموبيل ديالكم غتمشي تفيري في لاشين تفيري في لي بلاكيت تفيري في هذا قبل ما تركب عليها لان باش تمشي في السلامه ديالك. المهم الاخوان اي واحد باغي يسولني على شي حاجه خلي ليا السؤال ديالو تحت الفيديو وتبارك الله عليكم بلا ما نطول عليكم راه الفيديو نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بحول الله تبارك الله عليكم.